فترة الأسئلة كلها نجاوب عليها مرة واحدة. فأي حد عنده أسئلة في أي حاجة، في سواء في هندسة، في العمل الحر، تحت أمره. خلينا نبدأ. بسم الله. أنا محمد عبد العزيز، مهندس تخطيط مشروعات. اشتغلت في مشروعات كتيرة في مصر وفي الخليج. أنا مهندس مدني خريج هندسة القاهرة، وأنا بي إم بي سيرتيفايد وآر إم بي سيرتيفايد، اللي هي بروجكت مانجمنت بروفيشنال سيرتيفايد وريسك مانجمنت بروفيشنال وتي أو تي، اللي هي تريننج أوف ذا ترينرز. وأخيرا أنا بفخر بإن أنا مؤسس engineering.com. engineering online engineering online engineering هي جاية engineering كده، هو أول موقع متخصص في العمل الحر للمهندسين. إن شاء الله هندي نبذة عنه. هكلمكم النهاردة عن العمل الحر أو الفريلانس، وفيها شوية في مجال الهندسة. هي حاجة مش معتادة ومش جديدة ومش ناس مش متعارف عليها. العمل الحر أو الفريلانس عامة هو إن أنت تشتغل لحسابك، وإيش هي إن أنت تشتغل من البيت. يعني العمل من البيت اللي إحنا كلنا فيه دلوقتي، اللي هو نتيجة الظروف الحالية ربنا يعديها على خير، ده اسمه العمل البيت. انت بتشتغل نفس شغلك اللي بتشتغله في شركة، تحت كيان، تحت مؤسسة، تشتغله من البيت. لكن انت ستيل بتشتغل اللي هو العمل الأساسي أو الفول تايم ورك يعني. إنما العمل الحر إنك تشتغل لحسابك. طب اشتغل لحسابي إزاي؟ إن أنت بعد ما أتقنت مهارة وبقيت شاطر فيها جدا، و في أي بقى مجال سواء هندسة أو غيره، بقيت بعد ما كنت شاطر جدا في حتة، بدأ يجي لك من المعارف بقى، من العلاقات، إن أنت حد يقول لك والله ما تعمل لي التاسك دي برايفت كده لحسابك. طب جالك إزاي؟ جالك عن طريق علاقاته وعلاقاتك. يعني أنا مهندس دي مشروع مثلا في شركة صغيرة أو متوسطة أو حتى كبيرة، عايز حتة متخصصة قوي بس الفترة محدودة، عايز برنامج زمني قوي جدا لان داخل مشروع تقيل، ومش هكون في احتياج لفول تايم انجينير طول الوقت معايا براتب طبعا عالي، وانا عايز خبره عاليه ومش عايز راتب ومش عايز ادفع كتير. فازاي هجتمع دول؟ بيجتمعوا بان انا اشوف حد يعمل الشغلانه دي بارت تايم، حد يعمل السكيل دي او البرنامج الزمني ده بارت تايم، وهيجتمع فيه ان هو خبرته كبيره، وفي نفس الوقت هو هيتحاسب بس على التاسك دي او على المشروع دوت. وبعد كده مثلا ممكن اجيب انا حد مثلا مهندس صغير يبتدي ابديت او يشتغل على البرنامج بعد كده. ده مثال يعني، عشان الناس بتاعت البلاننج ممكن تزعل، الموضوع مش ببساطه دي، بس ده مثال. حد عايز 3D موديل مثلا، حد عايز حد شخص عادي وعايز يبني فيلا او يبني عمارة بتاعته او يبني البيت بتاعه، وقال انا عايز حد يصمم لي الارض او عايز حد يصمم لي قطعه الارض دي. فابتدى يشوف حد فريلانس. عشان يشوف حد فريلانس هيشوفه ازاي؟ هيبتدي يسال محمد صديقه اللي هو مهندس شغال فين، تعرف حد بلاننج شاطر، تعرف حد ديزاينر شاطر، محمد هيشوف له ريكومند حد، ريكومند مين؟ ريكومند انت. اوكي، فالموضوع جيب العلاقات، فهي العلاقات طبعا هي اساس كل حاجه في الشغل وفي البيزنس وكل حاجه. طيب لو ما عندكش علاقات هتبقى الدنيا دي شويه صعبه او مش هيجي بالسهوله دي. هكذا بيبدا العمل الحر، وغالبا معظمنا مر بيه بشكل ما حتى لو عملتها فري. يعني حد برضو احتاجك، مش انت مهندس؟ طيب ما تعمل لنا الحته دي كده ونشوف. فهو ده العمل الحر. فكره العمل الحر ان انت بتشتغل لحسابك دون قيد او دون تقيد، طبعا بيديك مزايا زي ان انت شغال لحسابك، شغال من البيت بقى، وشغال وقت ما انت عايز، مفيش بقى طريق المواصلات، ومفيش العربية عطلت، ومفيش البصمة الساعة 8 الصبح والخصم على التأخير 5 دقايق نص يوم، ومفيش القيود دي كلها. بتعمل عمل إضافي مع شغلك الأساسي، فبيديك دخل تاني مع الدخل الأساسي، وفي نفس الوقت تستغل وقتك. أنت عندك وقت زي مثلا بعد الشغل غير مستثمر،
تقدر تستغل فيه الوقت ده وتشتغل حاجة تانية لحسابك، تقدر كمان تاخد خبرة أكبر، لأن أنت لما تشتغل في مشاريع مختلفة عن اللي أنت عايش فيها، يعني أنت كل يوم مثلا زي مثلا على في مجال المدني مثلا الأفريج بتاع المشروع بيبقى سنة ونص سنتين، أوكي؟ فبعد وقت بيبقى خلاص هو اللي بتعمله كل يوم مكرر، مفيش الأحداث الجديدة دي، فممكن تلاقي إن أنت ما بتاخدش خبرة زيادة غير كل فترة وفترة، لما يجيلك مشروع جديد مثلا مختلف، انت كنت شغال في تاور مثلا، بقى جالك مستشفى، جالك مصنع، جالك كومباوند كبير، جالك هاي رايز بيلدينج كده تقيل، فابتدت الخبرة تزيد معاك لأنك اشتغلت. في الفريلانس هي مش كده، الفريلانس انت طول الوقت بتشتغل تاسكات صغيرة كتيرة، اوكي؟ طب برضه عشان الناس ما تصدقش او ما تفرحش قوي كده، يعني هو الموضوع مش بس مميزات، لا في عيوب طبعا. ان انت اولا ثقافه العمل الحر نفسها مش كتيره عندنا، ف حتى ان يجي لك حد ببرنامج زمني او يجي لك حد برسم رسمالي دي مش منتشره قوي. العلاقات عندنا ممكن مش دايره العلاقات ما تبقاش كده الا لو انت اللي منتشر نفسك، ونتكلم ازاي تعمل كده. وكمان ان انت العمل الحر نفسه او الاعتماد على الفريلانس نفسه عشان تعتمد عليه تماما، لازم تبقى حد برنس بقى، اللي هو بقيت شاطر جدا وبقيت تتعامل جدا في مجالك بقى، وبيجي لك شغل مستمر، فيلا خلاص سيب العمل المستمر ده او الفول تايم شغل الفول تايم، تقدم استقالتك وتروح تشتغل في العمل الحر لحسابك. العمل الحر عامة دي فكرته، يعني لسه هنتكلم بقى ان العمل الحر اصلا انت تقدر تشتغل اوف لاين او اون لاين، دي حاجة تانية لسه هنتكلم عنها، تمام؟ فالعمل الحر نفسه هو طبعا ميزة ومزايا، مش ميزة بس، عشان تبقى شاطر فيه وتعتمد عليه كليا لازم تكون انت مميز فيه جدا، ولازم يكون انت بتعمل حاجة مطلوبة جدا، يعني بتعمل تاسك بقى مطلوبة جدا. عشان كده برضو وانت بتفكر هشتغل في ايه، اشتغل في الحاجة اللي السوق بيطلبها، تمام؟ ويمكن كمان مش ميزة بقى ولا عيب، بس يعني الوقت الحالي او الظروف الحالية خلت الناس كلها مش ستيبل. في وقت من الاوقات بيجي الشركة تقول لك معلش احنا مش عارف نكمل لان في أزمة والفلوس مش بتيجي، فمش هنقدر ندفع لك. وكتير للأسف تعرضوا للحتة دي الفترة اللي فاتت. فلو أنت كان عندك باك اب بقى زي ده وقتها، كان هتلاقي إن أنت خلاص يعني هكمل. طبعا كله خير يعني، بس هو بيبقى عندك حاجة تانية تعملها وتسند بيها الدنيا شوية لحد ما تظبط معاك. واللي حصل ان كمان بعد ظروف الكورونا والناس اشتغلت من البيت، هل في اتجاه ثقافه لكده، يعني الثقافه نفسها هتيجي تتغير، حتى لو مش لكل الشركات. لو قلنا مثلا 90% من الشركات دلوقتي بيشتغلوا من البيت، حتى لو فضل 10% 20% منهم بس بيشتغلوا من البيت او كملوا ثقافه الشغل من البيت او الشغل الحر او الشغل عن بعد، ده هيفرق، ده هيزود طلب على الشغل اللي هو الحر. ليه؟ لان الشركات لقيت ان انا والله ايه ده، الشغلانه دي كان ينفع الراجل يعملها من البيت من غير ما يقعد عندي في الشركه وادفع له راتب مستمر او ادفع له مكتب كبير ومصاريف بقى ونسكافيه وحاجات. فلا طب خلاص، ما انا لقيت ان التاسكات دي كلها انا شفت وجربت كشركه، يعني طب ما هنفع تاني طيب الدنيا اشتغلت، ليه نرجع تاني زي الاول ونرجع تاني ندفع مرتبات ونرجع تاني ندفع. فهي شركات كتير ممكن تبتدي تشتغل بالمينيمم دوت، اللي هو ايه، يمشي لها شغلها ومش لازم كل الناس هايرد معايا، تمام؟ طيب مجالات العمل الحر ايه؟ يعني احنا مجالات العمل الحر طبعا في كل حاجه منتشره، ثقافه العمل الحر نفسها موجوده از فريلانسر كتير في الوطن العربي. فريلانسر اللي هو الحد اللي بيقدم الخدمه، اللي هو الحد اللي يقدر يعمل، عنده مهاره ويقدر يقدم بيها خدمه معينه. ثقافه منتشره بس هي للاسف كانت بعيدا عن الهندسه. يعني ايه؟ يعني الترجمه فيها ناس بتشتغل ما شاء الله شغل رهيب على مواقع العمل الحر. الشغل بتاع الوورد والاكسل والفوتوشوب ده منتشر بطريقه كبيره ما شاء الله. الناس اللي بتعمل الشغل ده كتير وعارفين بقى، يعني هتلاقي في مجتمعات للعمل الحر كتير، منهم جروب بتاعنا فريلانسرز، مهندسين فريلانسرز،
في ناس كتير دايسة في الموضوع ده ومعتمد عليه من زمان، بس الثقافة نفسها ما كانتش منتشرة. الصوت كده واضح؟ تمام. طيب، وانا عشان شغال من اللابتوب ف يعني بقرب بس مش حاطط سماعات. فالثقافة نفسها ما كانتش منتشرة في الهندسة يعني، ويمكن عشان كده بدأ يظهر حاجات زي engineering.com مثلا، هو تعالى نعمل موقع فريلانس بس متخصص في الهندسة، هنتكلم عنه لسه. فايه اللي يتعمل لعمل حر، او ايه اللي ينفع يشتغل فريلانس؟ هي اي حاجة ينفع تتعمل والطرفين مش مع بعض. لو ما ينفعش يبقى ما تنفعش. يعني انا مثلا سايت انجينير براقب مشروعات وانزل انا اراقب التنفيذ واراقب الشغل بيتنفذ ازاي واقف على الخرسانه، اكيد دي ممكن ما تنفعش. لكن ممكن تدي منها كونسلتيشن. هي مشكله الصوت دي كده مشكله عامه، انا مش عارف. الناس سامعاني ولا يعني مشكلة واضح؟ الصوت واضح. أمال في إيه؟ كده يعني مشاكل فردية. شوف بقى السماعة بتاعتك مهندس محمد. طيب، فأي حاجة ينفع تتعمل من البيت، أي حاجة ممكن تتعمل من البيت، هي ينفع تشتغل فريلانس. اي حاجه تتعمل من البيت مش لازم لقاء الطرفين. اوكي. طب البرنامج الزمني، لو انا عايز اعمل برنامج زمني، انا فاهم ان في احتياج ان انا اشوف دوكيومنتس. اوكي. دوكيومنتس المشاريع يبقى لازم تبقى متوفره. الراجل اللي هيعمل المشروع دوت هيحتاج يوفر لي الداتا دي، محتاج يبقى في ديسكشن، زي ما لازم يبقى في وسط يساعد ان يحصل الديسكشنز ديت. لو هعمل ديزاين لعماره كده ودخلنا في الهندسه، لو عامل ديزاين لعماره، ديزاين مثلا معماري، يبقى لازم الراجل اللي بيعمل الديزاين دوت فاهم الكود بتاع البلد دوت. فالفيلا في مصر غير الفيلا في الخليج، غير فيلا في حته تانية في اوروبا. الابعاد السبيسيفيكيشنز المستخدمه في كل دوله مختلفه عن التانية. تمام. كان مثال شهير كده، انت لو بتعمل فيلا او بتعمل عماره في مصر، بتصمم بتحط التويليت بعيد عن اتجاه الرياح، لان الرياح عندنا شماليه، فالناس شفتها كانت بتغلط الغلطه دي تيجي تعمل شغل بره، فيحط برضو عكس الشماليه. فهو لا، هو شماليه عشان مصر شماليه، عشان الرياح في مصر شماليه. فلازم تبقى اوير بالكوميونتي والمجتمع اللي انت بتشتغل فيه، أوير بالثقافة. لو أنت بتعمل حاجة زي الترانسليشن مثلا، ترجمات لكلمات ممكن تبقى عندنا غير ما تترجم بره. ده إجمالا كده في الهندسة، السوق فيها واعد جدا بس ما كانش بدأ. هي دي الفكرة. الناس اللي زي ما قلنا كده، اللي كان عايز حاجة في الهندسة يروح يسأل معارفه، بيسأل اللي حواليه لحد ما يوصل لحد يعمل له الشغلانة. وبتتبقى دايما مشكلة ادفع اول، ولا اللي هي مشكله كل الناس اللي اشتغلت لحسابها، اللي هو انا صاحب المشروع، ادفع اول ولا العميل، ولا الراجل يشتغل اول؟ طب ما انا هدفع له ممكن ما يشتغلش، طب ما انا هشتغل ممكن ما يدفعليش، طب هياخد دفعه مقدمه وادي له الشغل ممكن ما يكلمنيش تاني، ممكن ما يدينيش باقي الفلوس. ان شاء الله في الاخر هيكون في وقت لكل الاسئله. فممكن ما يدينيش باقي حقي. فبرضه تبقى حته الضمان ديت نعملها ازاي؟ فبرضه كان لازم يظهر حاجه تحل الحاجات دي. اوكي. لكن قبل ما نخلص النقطه دي، يبقى اي شغل في مجال الهندسه محتاج ان انت تتقنه، وانك تقدر تعمله عن بعد بكل جوده، وانك تقدر كمان تقدم نفسك فيه، ودي مهمه جدا، ودي نقطه حتى هتقويك لما نيجي نتكلم عن مزايا ازاي تتميز في مجال العمل الحر. انك تعرف تقدم نفسك فيه. اوكي. يعني مثلا انا لو مهندس سايت شاطر، اوكي، مش هعرف اقدم نفسي فيها. اوكي. بس ممكن اقدم نفسي از كونسلتيشن، ازاي بنحل المشاكل دي. اوكي. يبقى دي حاجه ممكن تقدم اونلاين. انا مهندس ميكانيكا شغال في مثلا كونستراكشن. اوكي.
ممكن ما تقدرش تقدم الخدمة كإشراف ده في الوقت الحالي يعني. إنما as a part time أقصد، إنما ممكن تقدمها as a consultation أو as a تعمل شوب دلومينج مثلا للأعمال الميكانيكية. أوكي طيب أنت مهندس برمجة، ده سوقها واعد جدا يعني، المواقع والابلكيشنز ومش كذا، فبرضو يعني اهو كل حاجه تنفع تتعمل اونلاين هي تنفع تشتغل فريلانس او عمل حر. تمام. في مصر يعني مصر بس في 750 الف مهندس، يعني من 100 مليون حوالي مليون منهم مهندسين، ده عدد كبير جدا، والكومبيتيشنز بقت كبيره، ده حتى قبل الكورونا والاحداث الحاليه، وبيتخرج سنويا كمان عليهم 30 ألف مهندس. فهو كل واحد لازم يتميز بحاجة ولازم يهرب، يمكن حتى من اسم المحاضرة دي، من اسم المعامرة، من اسم المحاضرة دي احنا قلنا ان احنا بنعمل work out of the box، ان انا بعمل خارج الصندوق. اوكي ازاي بقى تتميز في العمل الحر؟ انت هتشتغل عمل حر، الاول انت محتاج سواء بقى اوفلاين او اونلاين انك تسوق لنفسك، يعني ايه الناس تعرف عنك ان انت شاطر في الجزئيه دي، والناس عشان تعرف عنك ان انت شاطر في الجزئيه دي مش هتقف تقول انا شاطر في كذا او انا بعمل كذا، يعني اوكي ده ينفع بس مش ده الاكثر افاده او مش ده الاكثر اكتر حاجه تنفع. اوكي اكتر حاجه تنفع ان انت تعرض العلم اللي عندك، المعلومه اللي عندك، الشغل بتاعك، وتساعد بيه سواء بقى على السوشيال ميديا، لان الناس ما بتلتفتش الحته دي للاسف. برضه انا بتكلم ثقافه العمل الحر كلها يعني اونلاين او اوفلاين، انت محتاج تقول للناس ان انا بعرف اشتغل الحاجه دي. طب بعرف اشتغلها ايه اللي يثبت ان انت طول الوقت بتتكلم عنها وبتساعد غيرك فيها؟ لما انت تكون مثلا مهندس تخطيط، اوكي او مهندس، انا بتكلم عشان انا مهندس تخطيط فالاكزامبل عليا، اوكي انت مهندس شاطر بس شاطر لنفسك، انت احنا ما نعرفش ان انت شاطر. اوكي لكن انت لو طول الوقت بتشارك معايا النولج بتاعتك، انت بتشاركها مع الكل، اوكي في فعلا بتفيد ناس وبتاخد ثواب على كده، وفي حد بيقول اه ايه ده، طب ما هو ده كويس اهو، ده يعني ده راجل بيدي للناس نصايح في الشغلانه، فاذا هو اكيد فاهم الشغلانه صح. فدي اول حاجه ان انت اوصل للناس على فيسبوك، على لينكد ان. لينكد ان منصه قويه جدا 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 للعلاقات، زي ما قلنا من شويه كده الموضوع علاقات، هي لينكد ان العلاقات بالشكل الافضل يعني. خلي عندك علاقات واعرض نفسك، اعرض نفسك، مش برضو انا عندي جروب مثلا وعندي بلاقي الناس شركات او الناس انا بعمل كذا 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 وانا خبره كذا كذا. طيب طبعا اوكي مفيش مشكله الناس تتكلم كده، بس انا اصدق ليه؟ ما انت في انت وفي حد تاني وحد تاني بيقول انا بعمل الشغلانه دي. بينما انت لو قلت، لو انت عايز تعمل او الاخطاء اللي بيقع فيها الناس بتاعت البرامج الزمنيه، او الاخطاء ال 10 حاجات تخلي بالك منهم وانت بتصمم حاجه في الالكتروميكانيكال، لو انت عايز تعمل موقع مميز خلي بالك من كذا. اوكي شوف انت قلت نفس الحاجه، انت ما قلتش ان انا اعرف اعملها بس انت نصحتيني. فاذا يعني انا اولا انا واحد يعني مثلا سي، انت البوست بتاعك دوت او الفيديو بتاعك دوت وصل ل 1000 واحد، اوكي 995 منهم استفادوا، يعني انت فعلا قلت نصح حقيقي. في خمسه فكروا قالوا طب ما انا محتاج الشغلانه دي، انا اجيب محمد. ليه اجيب محمد؟ ما هو في احمد وعمر بيقولوا ان هم كويسين في الشغلانه دي وشطار فيها، هم بيقولوا وعندهم سي في وعندهم كل حاجه. بس في محمد بيكلمني عنه، يعني لما هيكون حد بيديني تريننج او بيعلمني يبقى اكيد انا هصدق، هو خلاص مش محتاج اروح اقول له وريني السي في بتاعك وريني البورتفوليو بتاعك وريني سابق اعمالك، ده هو اصلا بيعلمني. اوكي فدي ثقافه برضو، لو قلنا ثقافه العمل الحر هي مش متواجده، فثقافه نشر الافاده ديت بان الناس ما تحتفظش بالعلم نفسها دي برضو مش منتشره، يعني حتى مش بقول ان انت فيسبوك تقلبه لينكد ان يعني، بس يوصل للناس، اوصلهم بقى فيسبوك، اوصلهم انستجرام، اوصلهم لينكد ان، ما يبقاش برضو بروفايل لينكد ان بتاعك عباره عن سي في وواقفه،
لا اعرض نفسك، انا بعمل كذا وانا اخدت دورات في كذا هو، وشارك مع الناس. الحق ده في دوره مجانيه دلوقتي في المكان الفلاني. طب ما الحته دي بتتعمل ازاي؟ بترد على الناس. الكوميونيكيشن والنتورك دي هي دي العلاقات، هي دي الشغل. يعني بعيدا عن حته ان انت النمط القديم بتاع ان انت تتخرج فتستنى الوظيفه وتفضل تدور على وظيفه وما بقاش مجدي، لانه ما بقاش سيف. ممكن في اي لحظه الدنيا بتقول لك لا يعني وقف، معلش احنا نستغنى عنك. خاصه على فكره يعني، ودي يعني بتكلم عليها طول، ازمه ما بعد ال40. انت بعد ال40 بقيت حد شاطر جدا وبرنس جدا في شغلك، بس يعني الشركه ممكن تجيب حد 25 سنه وبيعمل نفس الشغلانه بمهار اقل شويه، بس دي الكفايه على قد الشركه. فانت بتكبر، انت قعدت في شركه، انت ابن الشركه وعم الشركه وكل الكلام ده، وبعد وقت الشركه انت بتكبر والشركه ما بتكبرش. فبعد وقت انت حتى شاطر وانت بتعمل شغلك كويس جدا، بس هو لا يعني انت لو بتاخد 5 مثلا هجيب واحد ياخد 1.5 اصغر، هيعمل الشغل وهيبتدي يتعلم ومش عارف ايه، بس يعمل الشغل انا مش مشكله. ومع الوقت يكبر برضه، كبر نجيب حد تاني. في شركات ما بتكبرش، انت لوحدك بتكبر. اوكي، فالدنيا مش بقت ستيبل، وضروري تبقى حاطط لنفسك دايما بلان كده، هعمل ايه فيما بعد. ومنها ثقافه العمل الحر، ومنها برضه البيزنس طبعا، ان انت تخش في حاجه زي كده. فانت لازم تكون مخطط لنفسك ومسوق نفسك. تمام، انت برضه نفس الشخص، لو انت نفس الشخص اللي كان عمال يعرض شغله ويقول الحته دي بتعمل كذا وخلي بالكم من دي، وعامل فيديو اهوت بتكلم عن النقطه ديت، ولو حد عايز حاجه في المساعده في الحته دي بيساعد. لما تيجي تقول والله انا دلوقتي انا مش لاقي وظيفه، لو حد عنده ريكومنديشن او حد عنده يقدر يوصلني في شركه، ما الناس هتبقى حابه تساعدك لانها هترد المساعده. يعني هي كده كما تدين ده، فالناس اللي انت ساعدتها هتساعدك، والناس اللي حتى ما انت ساعدتهاش هو بقى عارف انت شاطر، فهي هي هي يعني هيحاول يساعدك لانه انت شاطر، انت مكسب للشركه مش بس عشان حد. يعني خد بالك، انا لما بعمل انا شركه بعرض بقول والله عندي وظيفه، بيقدم لي خلي بالك معاك 1000 واحد لنفس الوظيفه، كلهم بيقولوا ان احنا كويسين، كلهم بيقولوا ان احنا ممتازين، انا ما عنديش مشكله. بس انا لو عارف محمد، انا عارفه ان هو حد شاطر بحته دي، طب تعالى. تمام، ازاي تتميز في العمل ده؟ دي عامه دي قاعده عامه، ازاي تتميز في العمل الحر، ازاي تبرز نفسك، يعني ان انت يبقى عندك كمان بروفايل قوي. بروفايل قوي سواء بقى على لينكد ان، سواء على مواقع العمل الحر، يبقى عندك بورتفوليو بيميز شغلك، بيميز اعمالك. فالناس تخش تشوف ده، والله ده عنده سابقة اعمال كذا، وعنده education، اتعلم ايه واخد كورسات ايه والسكيلز بتاعته ايه، والبورتفوليو تعرض كمان نوازن من شغله وعمله قبل كده، وعمل ده، عمل مشروع تاور، وعمل مشروع فيلا، وعمل مشروع كذا. طب عايز اعمل مشروع فيلا، اذا طب ما الراجل ده عامل مشروع فيلا وشكلها كويس، طب ما اروح للراجل ده. فازاي انك تعرض بروفايل قوي؟ دي قاعده اساسيه، سواء بقى في الهندسه او في غير الهندسه. يعني انت ترجمه، انت ووردنج، وبالمناسبه برضو يعني عشان الكلام بس مش الهندسه بس، العمل الحر في كل حاجه. يعني انا بشوف ناس تقول مثلا عندي ليست بايميلات عايز ابعت لها لبره، بره طبعا مثلا حد من كندا او حاجه عايز يقدم على شركات، اوكي، فعنده ليست بالايميلات للشركات وعايز يبعت لهم السيفيهات، عايز حد يعمل الحته دي. فبتلاقي المواقع اللي هي العالميه زي اب وورك والحاجات دي بيقول والله بيعرض التاسكات دي، والناس بتعملها له بفلوس. يعني دي حاجه بقى اللي هي بسيطه جدا، بس هي الناس بس ما تعرفش ان في شغل كده. في الحاجات التانية بره الهندسة برضو، وفي الهندسة في كل حاجة، اللي البراندنج، اللوجو والحاجات دي، الثقافة دي الحتة دي منتشرة جدا ومكسرة الدنيا. يعني حتة اللوجوهات والبراند، وانك تعمل براند للشركة دي، لان الستارت ابس او الشركات الكتيرة بقى كبيرة كتير بقت تبدأ دلوقتي، فحتة مطلوبة جدا مثلا. اوكي، وفي مجال الهندسة الكلام اللي قلنا فيه اللي هو ايه، اي حاجه ينفع تتعمل اونلاين، ديزاين، ابلكيشن، ويب ديفلوبمنت، جرافيك ديزاين، حاجه ميكانيكا، لو حتى تصميم ميكانيكي، تصميم معماري، تصميم انشائي، انك تعمل شوب دروينج. شوب دروينج مطلوب جدا 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 طبعا، مهندسين المكتب الفني سامعيني. الشوب دروينج والحص دي حاجه حلوه جدا تتعمل اونلاين وتتعمل مطلوبه يعني. اوكي،
فانك تعمل بروفايل قوي، انك تشارك شغلك كلها، انك يبقى عندك انجليزي كويس، دي حاجه ليك انت عامه وللعمل الحر خاصه، عشان لما بيجي مشاريع او ناس من بره مش هينفع تبقى مش عارف تتواصل معاهم. فدي استثمار انت في نفسك كده، بعيدا عن اللي انا بقوله حتى دلوقتي، لازم يبقى عندك لغه انجليزيه كويسه، مش بقول ممتازه، مش بقول اكسنت، بس تبقى عارف تتوصل الكلام، وتبقى عارف تسمع اللي بيتقال وتفهمه. النصيحه الرابعه برضو انا بتكلم عامه، ابدا ابدا ما تقدمش الخدمه بتاعتك مجانا، ما تعملش كده. انت بتدفع وقت، بتدفع مجهود، ما تعملوش مجانا، لانه بينظر اليه ان هو غير ذات قيمه. اوكي، طب عارف الناس اللي هتقول لي انا لسه ببدا، اوكي، في حد هيقول انا لسه ببدا وعايز اخد اي مشاريع او عايز اخد اي شغل، فممكن اقول مجانا، تمام، بس هتبقى موضح دوت للشخص ان انت مش بتعمله مجانا، لانه هتقول له كده بكل وضوح انا ما عملتش دي قبل كده، بس اتعلمتها وهعرف اعملها كويس، وانا هعملها لك مثلا نص المبلغ او مجانا، اتس اب يو، بس مش ده العادي. يعني ما بتعملش شغل مجانا، انت بتدفع مجهود، بتدفع وقت، مش بتكتك على الزراير زي ما بيقولوا وبتلعب، فتقدم شغلك ابدا مجانا. النصيحه الخامسه، ابدا ابدا ما تسيبش الشغل اللي انت فيه وتروح تشتغل عمل حر على طول، لا دي غلطه كبيره، يعني ما تعملوش كده. ان انت لا، تعالى انا هبتدي واحده واحده مع ده، واطلع بيها واحده واحده لحد ايه ما الدنيا تنجح. يعني ايه؟ يعني انا والله شغال في شركتي عادي، انت بادئ والله على المواقع اللي هي الفريلانس، عرضت الخدمه بتاعتي، ابتدى يجي لي شغل، ابتديت اشتغل فيها، ابتدى يدخل لي دخل كويس، تمام، ابتدى الوقت بتاع الفول تايم مش مأثر على الشغل اللي هو المطلوب مني الفريلانس، ابتدي هنا تاخد بقى القرار، هل انا الوقت الكافه بتاعت الفريلانس او العمل الحر مجديه اكتر من الشغل الفول تايم؟ بص لها كده وزنها وابتدي ايه خد القرار. ممكن تقول لا، والله انا هكمل زي ما انا في الشغل بتاعي، واخد بس على قد ما يكفي الوقت المتبقي، فممكن تعمل كده، تمام، فما تسيبش عملك، ما تقولش والله ايه ده عمل حر ده يلا. اوكي، برضو نصيحة يعني أخيرا، ما تشتغلش من البيت على طول، لو أنت بتشتغل عمل حر وخلاص ده بيورثك الملل، يعني تحس إن أنت إذا طب ما في ناس بتروح وتيجي وبتكتسب ثقافات وبتتواصل مع ناس، فهتلاقي نفسك زهقت بسرعة ويأست. في نصيحة جميلة كمان، لو أنت بتشتغل من البيت هات كرسي كويس، اصرف يعني اصرف فلوس على كرسي كويس يريح دارك، لأن ما فيش حاجة هتجيبها توازي صحتك، توازي اللي أنت بتبذله من صحتك فيها، مفيش تمن لدي، فتمن إنك تجيب كرسي كويس يريح دارك، ده يستحق ان انت تصرف فيه، تمام. دي كده كام ملاحظه في العمل الحر، ومنها هنتجه لحاجه عملناها بعد مجهود حوالي سنه ونص، اسمها onengineering.com. منصه onengineering.com هي engineering، بس بدل engineering اللي هي الاي خليناها او، بقت onengineering. onengineering من الاونلاين engineering، يعني ان احنا حبينا نعمل منصه، طب تعالى نحل بقى المشكله دي، ان ما فيش حاجه بتتكلم للمهندسين تحديدا، فنعمل حاجه تسد الجاب ديت، تكون برضو وسيط بين المهندس وبين صاحب العمل. زي ما قلنا كده، الفكره كانت كلها ان ازاي بيجي لي الشغل، بيجي لي عن طريق نتورك، شبكه، وبيجي لي عن طريق كونكشنز، ناس انا عارفهم وعلاقات. اوكي، فلو انا ما عنديش دي، احنا يعني حاولنا نكون احنا الحته دي، عملنا onengineering.com، وعملنا كمان جروب اسمه مهندسين فريلانسرز. الموقع بيتم عليه الشغل، بينزل عليه المشاريع، ولما بينزل مشروع في مجال ما بيجي نوتيفيكيشن للمهندسين اللي هم مسجلين، اللي عندهم السكيل اللي محتاجها المشروع، ويبتدوا المهندسين يقدموا بيدز، يعني او يعملوا مزايده على العمل دوت، ويبتدوا يشتغلوا عليه، تمام. ومع الموقع بدأنا قريب من حوالي اقل من شهر جروب اسمه مهندسين فريلانسرز، بنتجمع عليه المهندسين اللي هم عندهم وقت او اللي هم عندهم قدره يشتغلوا عمل حر،
بحيث انه يبقى عامل زي ايه محل كده، ودي اليافطه بتاعتنا. يعني احنا هنا ناس بنشتغل فريلانسرز وبنساعد بعض طبعا، جروب مفيد جدا والناس بتتشارك فيه معلومات قيمه جدا، وفي بينزل اي ناس كمان وظائف فول تايم، الناس اللي بتدور على مهندسين او بتدور على حد يشتغل بيجوا برضو بيقولوا طب ما هنا في مهندسين، فبينزل عليه وظائف فول تايم ووظائف فريلانس. الجروب بقى انا زي ما قلت هو زي اليافطه كده اللي بتقول للناس تعالوا هنا في مهندسين فريلانسرز، والحته دي حقيقه منتشره دلوقتي، مهندسين فريلانسرز، هحط اللينك ان شاء الله في الكومنتس في الاخر. دور على مهندسين فريلانسرز او فريلانس انجينيرز، اوكي. والصفحه بتاعتنا اسمها انجينيرنج، انجينيرنج على طول، يعني كلمه انجينيرنج احنا حابين نسهلها، بدل انجينيرنج بقت انجينيرنج. انا برضه احاول اشير السكرين، انا مش عارف شير السكرين. اوكي ثواني عشان هشير السكرين معاكم. تمام شير كده، شايفين السكرين بتاعتي؟ تمام كده. ده موقع engineering.com، ده اللوجو بتاعه اللي هو الحصان والترس يعني، فمن الهندسة والانطلاق بعد الهندسة. اوكي الموقع واجهته بسيطة، ان انت بتيجي تقول والله انا فريلانسر او انا صاحب مشروع، لو عايز تعرف الاقسام اللي موجوده والمشاريع اللي موجوده، عايز تعرف ازاي تستارت، ازاي تسجل لو انت موظف مستقل فريلانسر او انت صاحب مشروع، في دي الخدمات اللي موجوده على الموقع، وتقول مثلا انا هسجل. اوكي لما تيجي تسجل، عايز بس اشيل دي اخليها تحت، تيجي تقول والله انا والله هسجل كفريلانسر او كصاحب مشروع. هتسجل عادي كانك تعمل بروفايل عادي تماما في اي موقع، اسمك، اليوزر نيم بتاعك هيبقى ايه، البريد الالكتروني، كلمه السر بتاعتك، كلمات المرور، ان هو بتسجل بقى طبيعي كانك بتسجل في اي موقع. هتعمل بروفايل، هيجي لك اكتيفيشن، رساله اكتيفيشن على الايميل. بعدها تبتدي تقدر تدخل على صفحتك، تبتدي تعمل بقى تعدل الملف الشخصي بقى بتاعك، تختار صوره، تعدل الصوره الشخصيه، تعمل معرض الاعمال، ودي مهمه جدا، اللي هو البورتفوليو، تقول والله انا عندي بورتفوليو اللي هو استوديو كده بعرض فيه اعمال. تخيل نفسك رسام او فنان معين، وهتبتدي تقول والله انا عندي، عايز اعمل الاستوديو بتاعي، استوديو انا معرض اعمال، انا عملت قبل كده مشروع هوتيل، تصميم هوتيل انا عملت قبل كده، تصميم ويب ابلكيشن وموبايل ابلكيشن للحاجه ديت، عملت قبل كده شوب دروينج للمشروع ده، وتعرض لوحاتك وتعرض الشغل بتاعك، الموقع بيسمح لك بديت. كل ما كان البروفايل بتاعك مكتمل هيقول لك، هيديك هنا انديكيشن يعني ان انت كده سوبر ستار، يعني ان انت متميز تماما، ان انت بروفايلك كامل. كل ما كان بروفايلك كامل، احنا اولا بننزل مشروع مثلا، سي مثلا دي مشاريع اهيت، اوكي سي مثلا هنا المشروع ده، اخر مشروع كان معانا حد كان عايز تصميم لشوب دروينج وفيلا، اوكي وعايز 3 دي مودلز، بتيجي الناس يقدموا. اوكي وفي حد قبل منهم، كان هو عارض الناس، عندما بيعرض مشروع مثلا هو بيقول والله انا عندي المشروع ده الديسكشن او ده السمري بتاعه. اوكي كل ما كان واضح طبعا كل ما كان افضل، ودي صور لشكل الارض، ودي صور لكذا، وانا محتاج ايه، دي الويب سايت جايد لاينز والمهارات المطلوبه كذا. لما عمل كده راح للمهندسين ايميل، المهندسين المشتركين في الموقع الفريلانسرز بقى الناحيه الثانيه، ده كان صاحب مشروع، عشان تنزل مشروع بتبقى صاحب مشروع، راح لهم ايميل ان في مشروع جديد بالسكيل بتاعكم، ما تخشوا تقدموا عليه. تمام هو هنا كمان قايل انا والله
عايز السكيلز ديت، وبيبقى كمان ظاهر للناس ان هو مدي افريج اوكي او رينج كده للسعر قد كذا ورينج للديوريشن قد كذا. تبتدي الناس، في مهندس قال مثلا انا هعمل 220 دولار، في مهندس هيقول ب 200 دولار، في مهندس هيقول ب 250. اوكي، هو هيبتدي يخش يشوف بروفايلات الناس ويبتدي يشوف والله ده. بس انا مثلا انا محتاج ان انا اسجل ادخل. هيبتدي يخش على البروفايل بتاع الشخص دوت، لقى والله بيتكلم عن نفسه، انا بعمل ايه، لقى بورتفوليو قبل كده، هو صمم مشاريع وصمم محطه ثلاثيه الابعاد، صمم شريم، صمم، فعمل شغل. فانا ده حد بيوريني نفسه، حد موريني نفسه، فهو فعلا اختار هو. يعني الباقيين كانوا عارضين برضه نفسهم، وده كمان ليه قبل كده تقييم لمشروع عمله قبل كده، فاتقال له مجهود مشكور وتصميم جيد جدا وبالتوفيق، واداله نجوم في جوده العمل. فاختار فعلا، اختار اللي ظاهر له، اختار اللي هو يجارنتي ان هو هيعمل الشغل بتاعك، مش بس حد هيقول هيعمل لي بروفايل كده فاضي. والموقع اساسا بيستبعد البروفايلات اللي يعني لما يكون في وظيفه والناس مقدمين عليها والناس مش عارضين نفسهم صح، حد عامل مثلا بروفايل فاضي كده وقايل والله انا هعرف اعمل لك الشغل دوت ب 100 دولار مثلا، نص سعر. اوكي، اولا الموقع بيستبعده، بس هو كمان ما حدش هيختاره. يعني ما انت ممكن تاخد 100 دولار وتضيع وقت معاك. اوكي، هو الفلوس مش هتضيع، لان الموقع بيعمل حاجه ان هو لو في مشروع مثلا، انا سيلكتد المشروع دوت المهندس دوت، فمثلا اتفقنا على 220 دولار، 220 دولار دي هتروح للموقع، تفضل مع الموقع لحد انتهاء العمل. طب بعد انتهاء العمل المالك استلم الشغل، شافه كويس، خلاص تمام، يبتدي الفلوس دي تروح للمهندس. اوكي، فهنا عملنا جارانتي للحته بتاعت مين يدفع اول، ولا مين يشتغل يسلم الشغل اول. طب لو حصل نزاع، يبتدي يبقى في تحكيم من الموقع، من المختصين، بفيز برضو شويه. الفيز بتدفع بالمناسبه، يعني بتبقى من السعر. يعني انت لو مثلا تدفع، المالك هنا هيدفع 220 دولار، هي 220 دولار اللي هيدفعها، المهندس هيتخصم منه بس حوالي 10%، يمكن ده نص اي موقع فريلانس في العالم، يمكن مصاريف التحويل نفسها كبيره. وبس اعتقد يعني دي خلفيه عن الموقع. انا عايز ايه، انا كده خلصت. لو حد عنده اسئله شكرا باشمهندس. لو اي حد عنده اي سؤال في العمل الحر، لو سمحت بس يعمل رايس هاند. كل الروابط ان شاء الله تكون في الكومنتس، تقدروا تسمعوا تسألوا دلوقتي، سواء بالصوت أو بالكومنتس. كان في سؤال في الأول أعتقد، هو في واحد بيسأل، هو بيقول لك إن في مصر الحكومة على القطاع العام القوانين وظروف العمل تمنع العمل الحر الإضافي. لا، هو القوانين بيمنع الالتزام مع شغل تاني وانت شغال معايا بحاجه تعاقديه، انما انت هنا بتعمل حاجه يعتبر الموقع اولا انترناشونال، هو مسجل في مصر وكشركه في مصر، اوكي، يعني هو موقع رسمي موجود كشركه مسجله، بس انت بتشتغل از بارت تايم دون ان انت مش موقع حاجه تانيه، فانت ما انتش شخصين في شركتين. هي دي مشكله الشغل دايما. اوكي، باشمهندس المفروض تفضل. هل الموقع متخصص في الهندسه؟ هو ده بيميز الموقع. اوكي، يعني ان احنا في الهندسه واخدين معاها كمان حته اداره الاعمال، عشان حته
حته اداره الاعمال، عشان المهندسين يعتبر يعني اكتر الناس الانتربرنورز او اللي بيبتدوا بزنس بيبقوا مهندسين، يعني دي حاجه كده، يعني حاجه كده هي يعني ده احصاء فعلا. فالناس المهندسين دي بتحتاج برضه خدمات اللي هي اداره الاعمال. اداره الاعمال زي ايه؟ يعني احنا قلنا كده معانا هندسه كلها، معانا كمان فيما يخص اداره الاعمال حاجات زي البيزنس بلان مثلا، اعداد البيزنس بلان، اعداد حاجه زي الفيزيبيليتي ستادي، اوكي، دراسه الجدوى. لو حد عايز يعمل براند للشغل بتاعه، حد بيبني شركه فعايز لوجو وعايز الفايلز بتاعته بالبراند نيم بالحاجه دي بتتعمل برضو موجوده. فدي معانا الماركتنج للبيزنس دي معانا برضو، اوكي. فهو يعني هو مختص في مواقع تانية، خلينا اقول لكم برضو كل المواقع، في مواقع عالميه زي كبيره يعني، بس طبعا المنافسه عليها بتبقى شديده جدا خاصه من هنا نود، دي ازمه كبيره. المواقع زي www.freelancer.com، موقع upwork.com، موقع guru.com، موقع fiverr.com، كل دي مواقع بتشتغل في الفريلانس، اوكي. بس المنافسه زي ما قلت بتبقى عليها شديده. واحنا كمان عندنا ميزه تانية، يمكن دي شويه اول تقريبا الناس تكون عندهم، ان انت كانت دي مشكله في كل المواقع التانية دي، ان انت الفلوس بتتبعت على باي بال، واحنا البي بال اللي بقى شغال عندنا ولا مش شغال عندنا، وازمه بقى حته ان انت تروح وتحول فلوس وانت عايز البي بال يقبل كارت البنك بتاعك. احنا عندنا دلوقتي ان انت الفلوس بتروح لك على حسابك مباشره، او يعني بصدد ان هي تبقى كده ان شاء الله. فدي ميزه عندنا غير ان احنا هندسه بس. يعني هل الموقع بتخص طب البروفايلز فاضيه بتستبعد؟ طب انا فرضا لو انا لسه جديد وبادئ في المجال هكتب ايه في البروفايل بتاعي؟ ما هو انت يا هندسه انت جديد ولسه بادئ في المجال، يعني ما حدش هيشغلك، مش لاننا وحشين، لازم انت تعمل تريننج على مشاريع حقيقيه وتعرضها عندك. يعني ارد ان انا عملت دوت از بروتوتايب كده، فلازم تملى البروفايل بتاعك باللي يقول ان انا ان انت قادر ان انت تعمل شغل. ما هو انا واحد معروض عليا مثلا، زي ما انت شفت مثلا في المشروع دوت كان حوالي 14 استبعد منهم شويه بقى 10 مثلا، اوكي. طيب انا هختارك انت عن غيرك ليه؟ هو يعني هي العالم كده، العالم هو يعني انت بتقدم لي ايه؟ هتقدم لي ايه جديد؟ اوكي، مش بس انت هتقدم لي ايه جديد، انت عندك ايه اصلا؟ فانت لو انت بتقول انت بتبدا ومعاك حق تماما ومن حقك انك تشتغل، وزي ما قلنا كده تقدر تسوق نفسك تماما، بس لازم تعرض لي ان انت هتعرف تعمل الشغل، مش ان انت بتبدا وخلاص. ما انا طبعا كل واحد هيبدا لازم يعني يكون في زي ما قلنا كده، هي معضله انا حديث تخرج والشركات عايزه خبره، طب ما انا عشان اخد خبره لازم اشتغل، والشركات مش عايزه حد لسه متخرج. انا فاهم دوت، بس انت دلوقتي وهو ده نفس الكونسيبت للشركات برضه، اتعلم وتعالى قول لي ان انا بعرف اعمل الحاجه. هتعب معاك شويه واحاول اسندك واصحح لك، بس مقابل ان انا طبعا هعينك بتكلفه اقل من غيرك، تمام، بس اكون ضامن ان انت تعرف تعمل لي التاسكايه دي او الشغلانه دي، اوكي. فهو يعني مش لان الموقع متعنت ضد حد، وده على فكره سائد برضه في كل المواقع، ان انا عايز اقنع العميل انه ما يعملش الشغل ويجي بعد كده يطلع الشغل سيء او ما يطلعش الشغل كويس او ما يبقاش فيه التزام فيسيبني ويمشي، صح؟ يبقى لا انت استفدت ولا انا استفدت، وانت مش هتاخد فلوسك لان الفلوس ترجع له. طيب ايه افضل في شغل فريلانس كبدايه لخريج هندسه، او تنصحني ابدا اعمل ايه كبدايه؟ ما هو دي يعني راجعه تماما للتخصص، يعني ما اقدرش اقول فيها حاجه. لو انت مدني شغل المكتب الفني بيطلب، وشغل الديزاين يعني احنا كذا مشروع بينزل ديزاين، اللي هو معظم الناس اللي هي الاهالي عايزه تعمل تبني حته الارض بتاعتها فبيعايز ديزاين، اوكي. لو انت بقى يعني برمجه الابلكيشن ويب ديفلوبمنت، لو انت ما دخلتش هندسه اصلا يعني منصحك بادخل في مجال البرمجه لان ده المستقبل. دي نصيحه عامه. هل ممكن استلام قيمه المشروع طبقا لمراحل العمل، وهل يتم تحويل الفلوس كاش ولا حساب بنكي؟ الفلوس على حساب بنكي. استلام قيمه المشروع طبقا لمراحل العمل ده لو مشروع كبير جدا، وبيقول كده ان انت ازاي هنقسم الشغل على مراحل.
بس هي خد بالك هي المشكله يعني، هي الحته دي تبقى مضمونه من ناحيه الموقع. ليه؟ لان الفلوس اصلا مع الموقع، فانت حتى الفلوس لو فضلت مع الموقع فهي بقت في حسابك اللي على الموقع، ممكن تستلمها لما المشروع يخلص. تمام؟ لان انت مثلا مش هتعمل مشروع 4 شهور يعني، مش بس بيبقى اسبوعين، اسبوع، 3 اسابيع، شهر. في بس لازم لك مداخلة للمهندس ياسر. ايه؟ في بس مداخلة السلام للمهندس عليكم. حضرتك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مهندس محمد على المحاضرة الجميلة دي والنصائح المفيدة للناس كلها. يعني اهلا بحضرتك، احنا انا سعيد من اخونا. الله يبارك فيك. احنا من زمان كان نفسنا حد يخطي الخطوة ديت ويفتح فعلا سكة للمهندسين، لان فعلا مواقع الفريلانسرز الموجودة اونلاين تشتت. يعني الواحد يدخل يلاقي الموضوع كله ترجمة وتحويل ملفات من وورد البي دي اف، وده مظبوط. شغل الهندسة محدود جدا يعني. مظبوط. اولا بحييكم على الخطوة دي، الله يبارك وكنت فيك. عايز أؤكد على النصيحة رقم 4 اللي نصحتنا بيها، الله يبارك فيك. ان الناس ما تقدمش مجهودها مجانا. صح. يمكن ما نخليهاش كده على الإطلاق، يعني ممكن نحط بين قوسين ان من باب انك بتعرض نفسك قدام الناس تقدر تعمل انترودكشن لنفسك، تقدر تعمل بورتفوليو لنفسك، تقدر تقدم للموضوع اللي انت شاطر فيه، لكن ما تعملش كورس كامل على بعضه مثلا. اذا اتكلمنا على الكورسات مثلا وترميه على النت مجانا، يعني الموضوع ما بيخصكش لوحدك. في ناس اكل عيشها قايم على انه بيشتغل في تريننج سنتر مثلا، في تريننج سنتر كامل انت اضريته بان انت حطيت الكورس بتاعك مجاني، وهو ما بقاش لاقي يعني مش لاقي يدفع رواتب الناس اللي عنده. فالموضوع مش موضوع يعني، في ناس بتاخد الموضوع لانه ذكاء عن العلم، انا ربنا اداني علم فلازم يبقى ذكي عنه واعمل حاجات فري واعمل حاجات مجانا، لكن الناس محتاجه تاخد بالها شويه من النقطه دي. يعني في حدود للموضوع، تقدر تقدم معلومه مجاني، تقدر تعمل محاضره تفيد الناس بمعلومه، لكن ما تاخدش مصدر رزق بتاع حد يعمله بفلوس وهو ده مصدر دخله وانت تقدمه على المشاع كده بشكل مجاني. يمكن دي النقطه اللي عايز اكد عليها وبشكرك جدا. اكبر كمان الحته دي ان 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 مش بس كده، هو الحاجه اللي بتقدم كلها مجاني بينظر عليه ليها ان هي رخيصه. مظبوط. فبتهمل يعني، هو ده كونسيبت للاسف يعني غريب جدا عندنا. انا لو اديتك قلت لك خش اسمع المحاضرات دي كامله هي مجاني، انت هتسيبها عندك وطب ابقى اسمعها. لكن لو قلت لك ده تدفع ودفعت مثلا $100 ولا دفعت رقم وبعد كده تكمل وخد المحاضره الاولانيه هي من حاسبك عليها، هيبتدي لا يجتهد ويسعى. فدي حته فعلا من قبل هو يعني، حتى لو انت عايز تساعد بحاجه مجانيه، اولا تبقى لناسها، للناس اللي محتاجين مساعده، ويكون فاهم ان هي ذات فاليو. يعني هي بتقلب العكس، يعني انت بتديها لي مجاني اذا هي يعني. يمكن عمر ما شاء الله مدينا مثال رائع في الموضوع، انه لما الفيديوهات بتاعته كلها على بيم ارابيا تلاقيه بيدي لك اوت لاين لسوفت وير، بيعرفك على سوفت وير، لفت طيب نظرك ان في تول جديده تقدر انت تبدا تاخد سكه فيها وتتعلمها. لكن في ناس بتأثر في حق نفسها، وأظن بتأثر في حق زمايلها كمان من ناحية الموضوع ده. أنا آسف إن أنا طولت عليكم، وشكرا جزيلا مهندس محمد. جدا سعدت جدا بكلامك وكلامك صح تماما يعني. الله يبارك فيك يا رب. شكرا يا عمر. ألف شكر يا باشمهندس. الله يكرمك. طيب في حد عنده سؤال تاني موجود معنا؟ عايز مش هنصح أحمد إزاي أعرف؟ طيب يعطيك العافية أستاذ عمر، شكرا. يعطيك العافية أستاذ محمد، ويعني الله يوفقك بهالمشروع الطيب. يعني عملت هيك نقلة طيبة، ونحن كثير مهم إنه يصير في عنا يعني بمجتمعنا العربي قيمة للمهندس بشكل عام، ويحس حاله أنيته هو ما هو مرتبط بشركة معينة أو برب عمل معين، مثل مثلا الأخوة الأطباء إذا ردنا نسمي، أو صاحبين الأعمال الحرة. فهذا يعني احد الابواب يلي بيقدر واحد بيمشي فيه في هالمجال. كان عندي كذا تساؤل اذا ممكن تجاوبني عنهم بعد اذنك. لما بيصير في توافق بين خلينا نقول العميل والمهندس او رب العمل،
والمالك اللي عم بيطلب منه المشروع، بيصير عندك عقد شراء، يعني بالأخير أنت عم تقدم خدمة. هل الموقع بيعمل generate a contract between الاثنين، بين الاثنين؟ هو احنا بقى عندنا العرض يعني العرض والموافقه دي بالنسبه لنا احنا دي موجوده تعاقد، اوكي. انما الفائده من العقد ايه؟ ان هي تكون حاجه الزاميه للطرفين، دي الموقع بيوفرها، ويكون في الاخر ما تيجي تحتكم انت ظاهر ان احنا اتفقنا على كذا ودي الرسائل بتاعتنا هي وانا قلت لك ووضحت لك. فهو الموقع بيقوم بما يستدعيه العقد، فاهمني؟ الو ايفنت، الو ايفنت، في اسئله برضه على الشات. طب هو الصوت تقريبا راح او حاجه؟ طب استنى واحده استاذ احمد. ايه عفوا، ايه راح اني طيب اوكي. طيب يعني هي لازم واحد يفكر فيها من ناحيه حمايه الحقوق، حتى لحمايه الموقع نفسه بده يشوف واحد شلون هي موجوده بالقانون المصري على سبيل المثال كونها شركه مؤسسه بمصر، شلون عقد شراء الخدمة بيتم. الشغلة الثانية، هل في تأكد من طرفكم للسيرتيفيكيشن للمهندس؟ يعني أنت مثلا بمصر وهي شركة واعدة، ممكن واحد يتواصل مع النقابة، مع الجامعات، لأن أنت بتعرف مجالنا لازم ينحمى، وفي كتير حالات يعني كان فيها على أساس ناس مقدمة حالة كمهندسين وبالأخير هو ما معه شهادة مهندس، يعني كمان إن إحنا بدنا نحمي الصنعة تبعيتنا، هي كمان يعني نقطة. أحد النقاط طبعا مهمة هي يمكن إلى هون معنا أكثر بأوروبا عنا من بلادنا العربية، مع أنه عم تدخل شوي شوي عنا، هي ضريبة الدخل. يعني هل أنت لما عم تعمل هالترانزاكشن للفلوس بين الاثنين، هل عم تعطي فاتورة فيها؟ هل عم بيقدر لأ بيستخدمها كضريبة دخل؟ هو يعني الموقع يكون خاص من الحته دي اصلا من الفيز اللي بتدفع، لان احنا اصلا اللي بنحاسب على ضريبه، فدي من عندنا احنا، يعني احنا بتخصم احنا من الرقم من الفيز اللي بناخدها وبيروح له المبلغ بيور، يعني صفر بالنسبه للحته دي. تمام، بس انت بيروح بنخصم منك، يعني اذا قلنا 10% انت من ال 220 من مثالك، اذا قلنا 22 دولار بس عم بيروح من ال 22 دولار، بس ما عم بيروح من ال 220 اللي هي المبلغ الأساسي. ما خلاص المهندس بيروح له المبلغ اللي هو المبلغ من بالضبط. بالضبط، ولكن هي الفاتورة أو الضريبة هي إلى معنى عند المالك نفسه أو عند اللي دفع ال 220 نفسها. يعني هي بعض الأمور ممكن نتجه ليها، وشكرا أنك يعني نورتها عندي. بس هو يعني في الغالب هو اللي راح للحته دي كان عايز يعمل تاسك صغيره، او تاسك مش التاسك اللي هي كبيره قوي، وعايزها بانجاز وجوده يعني، فتلافى الحته دي او ما راحش انه وراها كفاتوره. بس احنا عندنا لو انت مثلا عايز تحمل ملكيه بتاعت الفكره بتاعتك، تقدر تختار الخيار دوت، بيبقى فيه كونتراكت بيمضي عليه او اجريمنت بيمضي عليها الفريلانسر، يعني في الاوبشنز ديت بشكل تاني دايما. طيب خير، بالتوفيق ان شاء الله. انا اعطيك العافيه، شكرا جزيلا. ازاي اعرض نفسي لو تخصصت في التخطيط، وايه المتطلبات عشان احترف مجال التخطيط؟ دي ستوري كبيره. ازاي تحترف في مجال التخطيط؟ انك الاول تفهم سايت، تفهم موقع تخطيط بقى اي حاجه، تخطيط ميكانيكال، تخطيط كونستراكشن، تخطيط اويل اند جاس، انك تفهم الشغل كويس. فلو انت لسه متخرج اشتغل شويه سايت، زي ما بيقولوا كده اتمرمط في السايت. بعد كده لو انت، انا في مصر بريكومند دايما مجموعه دورات اسمها البي ار ام جي، بروفيشنال بروجرامنج بروجكت مانجمنت، دي في الاي او سي، دي تقيله جدا ومكثفه جدا في التخطيط، اوكي. لان دايما الناس بيختلط عليها الامر ان انا عايز ابقى اشتغل تخطيط، فاروح استعلم بريمافيرا. بريمافيرا تول، بريمافيرا زي الاله الحاسبه. فتعلم تخطيط، انك تفهم كونسبت التخطيط. التخطيط بيخليك كمدير مشروع او كمشروع تتفادى 90% من المشاكل اللي ممكن تقع فيها. 90 حفره من 100 حفره كنت هتقع فيها واللي يجي بعدك يقع فيها. فازاي تتعلم الكونسبت دوت؟ اتعلم تخطيط. ممكن البي ار ام جي
دي بنصح بيها جدا، او ادخل في حاجه زي البي اس بي. اوكي انا ممكن تدور على الدورات دي بعدها او تكلمني عليها بعدها وانا انصحك بيها يعني. اوكي فدي تخطيط اللي هي تخطيط بس يعني. الثانيه البي ار ام جي هي اداره مشروعات عامه. لو انت بقى يعني بقالك اكتر من 3 سنين خبره ادخل في ام بي، هتديك نوليدج حلوه جدا وان كانت يعني سطحيه شويه عن البي ار ام جي. البي ار ام جي ان ديبث قوي، تتكلم في كونتراكت، تاخد كورس 3 شهور في كونتراكت بس، تاخد في الاخر عليها مشروع وبتعمل امتحان وبتاخد فيها شهاده. فهي ممكن بس يبقى ريكومندها جدا لو حد لسه خريج. في اسئله تاني، في حاله عدم قبول المالك العمل المقدم على الرغم من جوده العمل وقد استلم المالك العمل، فمن يقيم العمل؟ الحاله دي بيحصل ان احنا بنعمل تحكيم زي ما قلنا كده، بيبقى عليها فيز بسيطه، بنجيب ناس اكسبرتس في الحته ديت وبنشوف والله العرض كان ايه والطلب كان ايه ومين اللي معاه، وفي الاخر بيحصل تحكيم بيروح للكلام يعني اللجنه بتقوله بيتنفذ. فاذا والله ده قال انا هعمل كذا وعمل كذا، وده قال انا مش هعمل كذا وما عملوش، دي بره طبعا. بعد ما بنحاول ان احنا طب انتوا يعني نحاول نعمل تقارب في الاراء، ما حصلش خلاص بنجدج. وحجم المشروع الواحد اشتغل فيه مهندس واحد ولا ممكن مجموعه؟ بسال الناس اللي في خبره الواحد ما تبقاش كبيره انه يشتغل كفرد. تقدر تخش مجموعه كفرد. اوكي طبعا عشان الموقع برضه ما شتتش بتعامل مع دوت وده بيدفع او هدفع لدوت ولا فايه، ممكن انت تبقى انت شركه او فرد او مجموعه وتدخلوا كفرد وتعملوا الشغل. انت هتقول والله احنا، وتقول كده ان انا شركه بعمل 1 2 3 4 عندي ستاف قد كذا. ده ممكن حتى يبقى ليه يعني ثقل يعني. هل شرط ان حد الحساب البنكي عنده اشتراك؟ لا مش عنده الاشتراك، عنده لما تاخد فلوسك ولا ممكن مع تنفيذ المشروع. مش عارف اكتب الاكونت على اونجين، بيجي لك رساله يا هندسه على الايميل بالاكتيفيشن. لو انت مش لاقي رساله تدور عليها في السبام، لو انت مش لاقيها في السبام كلمنا واحنا هنتواصل معاك ونحل لك المشكله. ايه البرامج المطلوبه مني او اكون اعرف اشتغل ايه عليها كويس عشان اشتغل مهندس التخطيط او اتخصص فيه نفس اللي قلناه؟ اتعلمي تخطيط قبل البرامج. البرامج بريمافيرا ومايكروسوفت بروجكت، والافضل بريمافيرا يعني كاكثر استخداما. والاوفيس طبعا يعني الاوفيس والبريمافيرا ده كتخطيط كتولز. اوكي في طبعا بيجد معاهم دلوقتي التالوس والنافيس ووركس والناس اللي بتشتغل بقى في ال 4 دي والبيم دلوقتي. اوكي كان مهندس عمر عمل معانا محاضره رائعه هتطلع على اونلاين برضو بخصوص الحته دي، وبصراحه استفدت فيها جدا يعني. ربنا يجازيك كل خير. انك تعلمي تخطيط بقى زي ما قلنا بي ار ام جي او بي اس بي، لو يعني دي سكند ستيج. اوكي البي ار ام جي على فكره جزء منها في البي اس بي برضو اللي هو السكيل بروفيشنال يعني. ازاي احدد الرينج بتاع فلوس شغلي؟ بص هو اولا هو العميل بيطرح رينج، بس انت مش مضطر تلتزم بالرينج ده ابدا. انت مضطر او انت بتحسب انا قيمه الشغل ده عندي كام. اوكي بيتبقى بقى حدود المنافسه اللي هو الرينج او المارجن اللي بتحاول تقلله عشان تاخد الشغل. اوكي بس انت مش ملتزم بالعميل بيقوله يعني. العميل ممكن يقول انا عامل الشغل ده ب 10 جنيه، طب انا بعملها ب 1000 جنيه. اوكي هي عرض وطلب. تمام تحددها ازاي؟ انا لما كنت بشتغل يعني عمل حر بتحسب انت بتاخد فيها كام ساعه، الساعه بتاعتك بكام، وبتقول والله انا هعملها بكذا. تحسب بقى لو في تكلفه تولز، تكلفه حاجات هتعملها، فدي هتبقى تكلفه زياده. طب بحسب الساعه بتاعتي ازاي؟ شوف انت ساعتك في الفول تايم بكام. اوكي اقسم الراتب الشهري على عدد الساعات هتوصلك الساعه، واضربها في 2 لان انت تعتبر الشغل ده تشتغله اوفر تايم. انت لو شغال في اوفر تايم في شركتك هتحاسبك بسعر ساعه اعلى، صح؟ وصلت الرقم؟ ممكن تقول لو في رقم ثاني تعالى انا هخش برضه على مواقع الفريلانس اللي هي الثانيه. اوكي او المشاريع السابقه وشوف الناس اللي زيي اللي بيعملوا التاسك دي بيعملوا الساعه بكام، الساعه بتاعتهم بكام. ف ومنها تبتدي ايه تتحدد رقم ليك، ولازم يكون الرقم ده بيغطي يعني مصاريفك، ما انت برضه هتصرف
شويه من البيت الكهرباء وشويه من اللابتوب اللي انت بتستخدمه وشويه من لو في دوكيومنت او حاجه، فكل دي لازم تحسب لها فاكتور. اوكي، في فاكتور طبعا احيانا الناس بتعمل تدي فاكتور الفصال. يعني ايه فاكتور الفصال؟ عاده انا لو انت بنتفاوض مع حاجه فانت بتقول 200 وانا 100، عاده هنوصل ل 150، تمام؟ فانا اقدر في مره ونص بدل ما اقول 100 هقول ايه، او بدل ما اقول 100 هقول 150، هقول 150 فعشان ايه اتحرك في الرينج دوت، او بدل ما اقول قصدي 150 اقول 200، هنوصل لايه؟ لحاجه في الافريج. في مراجع او كتب عن موضوع الفريلانس دوت، ما شفتش كتب فيها الحقيقه يعني، بس في فيديوهات عظيمه على اليوتيوب. يعني اكتب بس العمل الحر هتلاقي ناس كتير قوي بتتكلم عنه. اي سي ممكن تنزل اسم الكورس في الاي جي، الاي سي بي ار ام جي، هو مش كورس، هو مجموعه كورسات تختار منها، وبيبقى 4 الزامي و2 اختياري. اختار منها الاكثر اولويه ليك، ممكن تكملهم كلهم الـ6 او لا يعني، وهي مكلفه بالدوي يعني، عشان كده مش دايما كل الناس بتروح لها، بس هي ستيل انا بشوفها حاجه عظيمه جدا كبدايه، خاصه لو حد لسه متخرج. هتدي له نولج كبيره قوي في دكاتره طبعا تقال جدا، وتكمل على الكليه، لان الكليه ممكن ما بيبقاش عندها الحته دي تقيله قوي. في طلاب مهندسين شباب كتير فعلا مش بتعرف تتعامل على لينكد ان رغم اهميته. انا انصح في مهندس عبد الرحمن الشرنوبي، دوروا بالاسم كده بالانجلش، عبد الرحمن الشرنوبي على فيسبوك، كان عامل سلسله كده على لينكد ان ممتازه جدا، بتشرحك ازاي تبقى كويس على لينكد ان. الحقيقه يعني ما ينفعش يعني، خلينا نتكلم النهارده عن انجينيرنج ونتكلم عمل حر وبنتكلم وظيفه ثابته وظيفه متحركه، ما ينفعش النهارده تكون ما عندكش بروفايل قوي على لينكد ان، ما ينفعش يعني. دي زي ايه، يافطه المكتب بتاعك يعني، ما ينفعش النهارده، ما ينفعش حقيقي. يعني انا شخصيا من 2012 انا كل الشغل اللي جالي، الوظيفه الحاليه واللي قبلها واللي بيجي لي وانا في الشغل، بيجي لي على لينكد ان ومن غير ما انا اقدم الناس بتكلمني. ليه؟ لانه بيبتدي يشوف فرنج علاقاته، فرنج معارفه، بيبتدي يدور حتى في السيرش، حد مثلا عايز يعين مهندس تخطيط بيكتب بلاننج انجينير، ويبتدي يشوف الكونكشنز بتاعته، ويبتدي يشوف البروفايل بتاعه، ويبتدي يكلمه. يعني هو اللي بيتواصل معايا ويكلمني. وده يعني كذا مره، مش مساله حاله شاذه يعني، وانا وكذا حد فيه كذا حد كده. فانت ما ينفعش النهارده تبقى انت بتيجي تقول والله انا بدور على الشغل وانت عامل بروفايل ضعيف على لينكد ان. مش بقول بس عامل بروفايل، لا، عامل بروفايل ضعيف على لينكد ان. يعني ما ينفعش تكونش متواجد اصلا، لان لينكد ان عليه حوالي 300 مليون تقريبا اكونت. هو ناس بتتكلم بروفيشنال بس، ناس بتتكلم شغل بس، فالناس دي هي الناس اللي تتكلم معاهم في شغلك. ممكن اشتغل بالبرامج اللي معايا عادي اللي هي كراك، ولا الموقع ما يعرفش، هو مش شغل يتعمل كويس. هو حجم المشروعات المطلوبه على الموقع تقريبا في حاجه العمارة، هل قد تصل الى طلب بيم موديل؟ هو لسه ما نزلش، احنا يعني لسه طالعين قريب، لسه ما نزلش. اللي بينزل كان حاجات في الكهرباء، حاجات في الكونستراكشن اللي هو تصميم معماري و 3D موديل، طلب 3D موديل الحقيقه. كل حاجه متاحه اونلاين، او ينفع تتعمل اونلاين، هي ينفع تنزل، وخاصه بعد الفتره الجايه دي. الطلب على اي حاجه تنفع تتعمل اونلاين هيزيد، لان زي ما قلنا كده الناس كتير مشيت وناس كتير قعدت، وشركات كتير لقيت ان هو ينفع. طب ما ينفع، انا ما كنتش لازم اجيب الراجل اذنبه عندي على اللابتوب ويفضل يمضي يبصم الصبح ويقعد بالليل لا، طب ما هي كل الدنيا ماشيه اهي، تمام. والله المستعان، انا بتهيألي كده جاوبت على كل الاسئله. لو في اي اسئله تاني يا ريت تقولوا. اخيرا، في مقوله لارسطو انا سمعتها النهارده واحب اقولها، يعني ان احنا عباره عن الحاجات اللي بنعملها باستمرار. التميز او انك تتميز في حاجه مش لانك بتعمل الحاجه كويس، لانك بتعملها باستمرار كويس، او لانك بتعملها على طول. فالنجاح او انك تنجح في حاجه او انك تتميز في حاجه، ده لانها بقت عاده عندك، مش لانها موهبه. الموهبه ما بتوصلش للنجاح،
الاستمرار في الحاجة بيوصلك للنجاح. فاستمر، طور من نفسك على طول، فوكس في حاجة واحدة، ما تشتتش نفسك، اختار تاسك معينة، اختار حاجة معينة وهي دي اللي انا هبقى شاطر فيها جدا وهعملها على طول وهطور في نفسي فيها على طول لحد ما ابقى اللي هو البرانس اللي فيها. اوكي، الموضوع كله عبارة عن البرزيستنس او المثابرة والمتابعة. وربنا يوفقكم ويكرمكم، وبروفايلي موجود في الكومنتس، هيبقى موجود، اي حد يحب يسأل عن اي حاجة انا تحت امرك، وربنا يوفقكم ويكرمكم، وسعدت باللقاء معكم. شكرا شكرا. جزاكم الله كل خير يا استاذنا فاضل، ونتمنى وياكم يا هندسه، وياكم، شكرا ليك. الربط اهوت، نتمنى الناس تجاوب بس على الاستبيان. لو حد عايز ياخد صورة مع الباشمهندس محمد يا ريت يفتح الكاميرا. في باشمهندس محمد عنده سؤال. يا أهلا ناصر، اتفضل. طبعا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ يا اهلا بحضرتك يا استاذ، يا رب تكون بخير ان شاء الله. الله يبارك اذنك. سؤالي بخصوص ان انا ازاي اقدر اضمن حقي من العميل لو انا وهو، لو انا وهو يعني انا في بلد وهو في بلد تانية، دي حاجه. هل كفايه الميل الرسمي وان انا ابعت له ميل وهو ياخده ويعمله سكان ويمضي عليه؟ هل دي حاجه تضمن لي حقي اقدر اخدها بالقانون بعد كده ولا لا؟ انت بتتكلم عموما صح؟ يعني في الفريلانسنج عموما، هل ده اقدر اعمله ولا؟ بص يا هندسه، يعني هي دايما زي ايه، البيضه ولا الفرخه. اوكي، مين يدفع اول ومين يشتغل اول؟ انا لو انا فريلانسر، اوكي، انا مش هشتغل من غير ما اخد فلوس. ليه؟ لان انت بما انك جيت لي فانت لقيت عندي حاجه تخليني اشتغلك الشغل ده. اوكي، او شفت عندي حاجه اشتغل الشغل ده. هيتبقى ان انا عشان اعمل الشغل دوت انا هاخد 2x. اوكي، هاخد منهم اكس في الاول عشان ما اشتغلش، تيجي تقول لي لا والله مش مكمل او مش عايز او كذا. فهو انت كده يعني قسمت المخاطره بينك وبينه. اوكي، طب ممكن في الاخر ما يديكش باقي حقك. ممكن، يعني لو هو بس هو خسرك يعني، او خسر الريبيتيشن بتاعته وخسر التعامل معاك. اوكي، بس على الاقل انت قسمت البلد بينك وبينه. يعني انا كعميل برضه مش هبقى عايز ادفع كل رقم في الاول للشخص على طول، وممكن ما يعملش الشغل، ممكن ما يكملش شغله. اوكي، ممكن الشغل ما يطلعش كويس. فهي دايما هي شيرنج ريسك، ودايما الريسك موجود ومفيش حاجه هتقول لك ازاي تضمن حاجه. طبعا لو على الموقع او لو على اي موقع تاني بيبقى الحته دي بقى هي دي الميزه اساسا، ان الشغل الفلوس كلها بتتحط على الموقع او جزء المتفق عليه في كل فيز، ومنها بعد كده ان خلاص الراجل عمل الشغل عمله، ما عملوش الفلوس موجوده يعني. اوكي، ف يعني شويه دي بتفرق المواقع عن الباقي. بس انت عامه زي ما قلنا كده، حتى المهندس ياسر يعني عمل سبورت في النقطه ديت، ما تشتغلش ببلاش. انك تشتغل من غير ما تاخد فلوس في الاول ده ببلاش، عايز شويه تراست قوي وحد انت تضمنه جدا. وبرده عند يعني حاجه يعني للاسف جربتها، يعني عند المصالح ما بتختلف حته الضمير والشخصيه ومحترم، دي شويه بتفرق يعني، ما بتبقاش حاجه ثابته، تبقى نسبيه. فخد نص مستحقاتك او قسم شغلك لمراحل واتفق معاه من الاول، لما هعمل لك دي هاخد كذا، ولما هعمل دي هاخد كذا، ولما هعمل دي هاخد كذا. فانت كده برضو قللت ريسك، يعني هيتبقى دايما ان انت في ستيب باقيه في الاخر ممكن تاخد فلوس او لا. تمام. برضو انا بريكومند دايما سواء بقى العميل، انت برضو ما تعرفش اللي في نوايا الناس، بس نفترض الناس كويسه. بس ممكن اللي انت بتعمله مش هو اللي متوقعه، لان دايما في فرق بين الريكويرمنتس والاكسبكتيشنز. اوكي،
انا بقول لك اعمل لي البيت الرهيب دوت. اوكي اللي انت عملته ده مش رهيب بالنسبه لي، لا انا كنت عايز حاجه تانية. ليه؟ لان كان عندي اكسبكتيشنز تانية. انا قعدت اقول لك صحيح اعمل لي اللوحه ازاي، والناس بتاعت الديكور بتعرف الموضوع جدا، الديكور بيفضل يعدل ويلون ويصلح ويعمل، وهو يعني مش عارف يوصل للعميل عايزه. اوكي ليه؟ لان في ريكويرمنت، انا مش مهندس مثلا كعميل وبطلب منك شغل، فبقول لك اللي انا عايزه، بس اللي انا عايزه ده مش لازم هو اللي انا متوقعه، لان انا مش سبيشالست. فدايما الجا لحته الموكب او ان انت تعمل بروتوتايب لشغلك. يعني انت لو هتعمل ديزاين مثلا، اعمل ديزاين لحته صغيره وقول له ايه رايك في دي، هل نكمل بالشكل ده ولا انت عندك تعديلات فتعال نعدلها. حتى دي منهجيه الاجايل، دايما بتلاقي الناس بتتكلم عليها الاجايل، انك تشتغل بالشكل ده وبعد كده تبتدي تشتغل سبرنتس او مقاطع، يعني قطع او فيزز، بحيث المشروع في الاخر يخلص بان انا وانت مترضين، ما تجيش في الاخر تتفاجئ بالمنتج اللي انا عملته، ولا انا اجي في الاخر اتفاجئ ان انت ما كنتش عايز اللي انا بعمله. تمام. طب ونقطه الريسك، معتذر لحضرتك جدا يا باشمهندس عمر، نقطه الريسك ان انا ريسك بحيث ان هو هاخد منه فلوس او مش هاخد منه فلوس، وكمان ان هو بالعربي كده بنقولها زي بالبلد يعني بيفاصل، برضو العميل بيفاصل. وكمان في البيم انا ما عنديش عقد زي العقود اللي بتمضيها الشركات، ما عنديش حاجه يعني، هيبقى برضو في ميل ان انا اقول له انت طلبت مني ايه الاودي 300، فانا اوكي لحد الاودي 300 هنتفق على الاودي 300، مش هنرجع للبيم فورم، هنتفق على حاجات معينه انت عايزها انا هعملها. تمام. يجي بعد كده زي ما حضرتك قلت ان احنا بنختلف. بص يا هندسه، هو اولا الميل حتى لو في يعني ده بكلمك ده اللي بقول لك دوت حاجه في التعاقدات، يعني انت حتى لو شركه وماضي عقد مع شركه، الميل دي مش حاجه رسميه اصلا، يعني لو انت في بينكم عقد اصلا. الميل ما بتشوفوش رسمي الا لو انت كتبت في العقد ان احنا الميل دي طريقه تواصل رسميه بيننا وبين بعض. ليه؟ لان الميل ممكن يحصل له هاكينج، ممكن حد سيكرتيره مثلا في الشركه تبعت ميل باسم الشركه وخلاص، ما فيش الحته اللي تقول يعني الراجل ده هو اللي راح بعت الميل دوت، ممكن يقول لا والله. ممكن انت اساسا النهارده، يعني انا بعمل ريبلاي على ميل، بيحصل ليه ان انت بتاخد جزء من الميل بتاعه وبتحط في الريبلاي بتاعك وترد انت عليه، صح؟ انت ممكن تكتب الريبلاي بتاعه ده، ممكن تكتب الميل بتاعه اللي انت بترد عليه، انت عايز تزاي في الموضوع يعني، صح؟ فالميل كوسيله مش وسيله مضمونه ولا وسيله يعني اوكي تتواصل بيها، بس مش وسيله فورمال خالص يعني. ده اولا. ثانيا بقى حته ان تضمن حقك وممكن يقول ايه، ما هو دي ملهاش بقى يعني، زي ما قلت كده هو ريسك. لو عايز قول له تعالى ونشتغل مع بعض على انجينيرنج. اوكي الموقع بياخد 10%، بس لو انت جايب العميل بتاعك بياخد حوالي 6% 7%، لان انت اللي جايب العميل وبتقول له تعالى نشتغل هنا، فهو بس هياخد الفيس بتاعه اللي هو انه يستلم ويبعت، دي بيدفع تكلفه تقريبا دي كده. او زي ما قلنا كده اشتغل على الريسك، يعني انا والله هقسم معاك الفيزز، لما اخلص دي هاخد الرقم دوت، لما اخلص دي هاخد الرقم دوت، وما اشتغلش في الفيز اللي بعدها لما تاخد الرقم، يعني واضحه كده. شكرا جدا لوقت حضرتك، وشكرا جدا ليك يا باشمهندس. في سؤال المهندس ابراهيم طلبه، هو مهندس كهرباء ان شاء الله هيدي محاضرات في اللود استيميشن، بيسال هل ممكن اكون على الموقع بفريلانسر ومالك بنفس البروفايل ولا لازم تحسبين على الموقع؟ والله احنا كنا عاملينها كده، بس كانت فيها مشكله كبيره جدا، ان يعني المهندسين بيخشوا يفترق، يعني هو عايز يقول انا بشتغل مشروع في خبره الفنيه، فكان ناس كانت تنزل مشروع في الاول خالص، ناس كانت تنزل مشروع هو بيقول انا بعرف اشتغل المشروع دوت او عملت المشروع دوت كمشروع للناس، فالناس بتخش تبعد على المشروع بتاعه تعمل له مزايده، فكانت كونفليكت رهيب. فعشان كده لا لغيناها، هو يعني انت فريلانسر يا باي اعمل اثنين اكونت مش مشكله. تمام. جزاكم الله كل خير، وربنا يجعلكم من حسناتك، وربنا يجعل الكلام ده يعني فتح جهود ان شاء الله. استاذكم اللي عايز يصور مع باشمهندس محمد يفتح الكاميرا. اهلا بكم باشمهندس محمد السروبي وباشمهندس اسامه، الاثنين كينج ماريوت. اهلا بكم اسكندريه. باشمهندس محمد عبد الرازق. اهلا بك يا هندسه. أهلا بحضراتكم. الوجوه المبتسمة دي جميلة والله. يا أهلا بكم. باشمهندس ياسر.
شمس ياسر كان عامل رسالة روعة في موضوع الاستدامة ومع الفاسيلتي مانجمنت الاثنين مع بعض. العلم ده قادم بقوة حقيقة يعني. ان شاء الله. دايما في حاجات كده بتلاقيها بلايند عندنا، فكل واحد يلحق منهم حاجة ويكمل فيها. ان شاء الله. انا سعدت بالكلام معك يا هندسة، وسعدت بالوجود معكم. فرصة سعيدة ان اتعرفنا عليك باشمهندس محمد. انا اسعد يا هندسة. انا اسعد. الشيخ محمد موجود معانا هنا في قطر، بنتقابل كده قطرا ان شاء الله لما الامور تحسن نروح نصطاد بقى مع بعض. يا ريت عن قريب بقى ان شاء الله باذن الله. عن قريب جزاكم الله كل خير يا باشمهندس، ومعلش بقى سهرناك النهارده. الله يكرمك يا استاذ، ربنا يجعلك. سعدت جدا، سعدت جدا، شرفت بيكم يعني. الله يكرمك. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم.